بابا فين يا ابني؟ سيبني نايم. بس انت جاي تصحيني من النوم عشان تقول هات فلوس. تقول هات فلوس. يعني انت جاي تصحيني من النوم عشان تقول هات فلوس تجيب حاجة. يعني يا ابني شايفني انا قاعد بقالي اسبوع في البيت. وعايزني اديك ايه؟ اديك فلوس ليه؟ تعالى اديك فلوس، احنا مش لاقيين الفلوس. قول لي اعمل معاك ايه؟ اقعد لي هنا دلوقتي؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ فهمني. انا عايز فلوس عشان انا زهقت من قعده البيت. يعني انت زهقت من قعده البيت؟ سايبر كمان؟ يعني احنا دلوقتي الحكومه منعت السايبر ومنعت الابات تنزل تشتغل. حكومه. ايوه انت حكومه، انت صح كده واخد بالك؟ ومنعت الناس تنزل تشتغل ومنعت حاجات كتير قوي وتقول لي هات فلوس. يعني انا مستنيهم يدوني الفلوس اللي هم قالوا عليها ديت. اديك انت منين يا ابني دلوقتي؟ انت شايف حالتي حالتي عامله ازاي؟ ما انا مستنيها يا ابني والله، انا مستنيها. ولما يدوني فلوس انا اهو بدي لك. سامحني يا ابني ان احنا فيه يا ابني، ولا اقول لك انا فلست يا ابني. وبعدين احنا خايفين ننزل في الشارع دلوقتي على اللي بيحصل في الشارع. بيحصل ايه يا ابني؟ الفيروس والدنيا دي، البلد مقلوبه يا ابني. وانا خايف عليك، انت اخوك حبيبي يا حبيبي. خلاص انا مش هنزلكوا الشارع ونقعد مع بعضنا ان شاء الله، واول ما ناخد 500 جنيه هننزل نشبر نفسنا. بس انا مش هنزلكوا، انا اللي هنزل لوحدي اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. ماشي خلاص يا كراميلا؟ خلاص خلاص يا ابني خلاص. يلا يلا بقى نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نطلع نقعد على الكمبيوتر شويه ماشي، ونستحمل اليومين دول. خلاص يا كراميلا؟ يلا ايه نلعب؟ يلا بينا ايه.